اخوتي الاعزاء خاصكم تتبعوا معي الفيديو حتى الاخر، ما تزقلوا فيه حتى شي حاجه، حيت بصراحه هذا الفيديو هذا كيدير على المغرب، الثقافه ديال المغرب، الاصاله ديال المغرب، الجوهر ديال المغرب، المملكه المغربيه اللي كتمتد من طنجه حتى الكويره بالصحراء المغربيه. خويا اختي هذا الفيديو هذا خاصكم تفرجوا فيه كامل، حيت بصراحه بلاصه زوينه كتستحق ان الواحد يتفرج فيها. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لقصر البديع، معلمه من دون المعالم الكبار اللي كاين في مراكش. اليوم غادي ندير واحد المساريه خفيفه ونشوفوا هذه المعلمات التاريخيه ونشاركوها مع بعضياتنا. العيالات الخوت كيركبوا بزاف في المطر. نبداو الفيديو ديالنا الخوت، مرحبا بكم معايا، نبداو المساريه ديالنا في البلاصات التاريخيه، بقاو معايا تبعوا الفيديو حتى الاخر اصدقاء ديالي. قبل ما ندخلوا القصر البديع ولا اي بلاصه كنمشيو ليها، ضروري نشاركوا الطريق ديال برا ونشوفوا القصر البديع، بديع بالاس باري، بديع قصر البديع، بديع بالاس بالي، بديع. نمشيو الاخوان، الرايه المغربيه هي هذه، على بركة الله أوقات العمل من 9 الصباح حتى 5 العشية الإخوان. نشارككم معلومات على قصر البديع، شوفوه معايا إلا فيكم ما تقراو. على بركة الله الإخوان، ندخلوا ونشوفوا الثمن شحال كيحسبوا للدخلة، ونشارك معكم الأثمنة، ونشوفوا المعلمة الكبيرة ديال قصر البديع الحباب. اما كنعرفش ندوي بالمراكشيه، كون كنعرف ندوي بالمراكشيه كون دويت معاكم بالمراكشيه. الدخله هي هذه الاصدقاء، نشوفوا الثمن ديالو شحال ونكملوا الفيديو. دابا الاخوان غادي نشارك معكم الثمن، كيف كتشوفوا معايا ها هي الثمن، 10 دراهم التيكي القصر البديع، ولكن الناس الاجانب ما كيحسبوش لهم 10 دراهم، الناس ديال البلاد ولاد المغرب كيحسبوا لهم 10 دراهم كيف شفتوا معايا في التيكي. انا نوريها لكم باش تعاودوا تشوفوها معايا. ما شاء الله، من ضمن المعالم ديال قصر البديع. انا هبطوا لتحت الاصدقاء نشوفوا شنو كاين، شنو هي نكشيو هذه قصر البديع. انا هبطوا لتحت، الله يكون غد الدور الاصدقاء، صراحه نتمنوا ما تكونش الظلمه. عنده متحف، الله شحال باردة. القصر البديع في الأول كان بحال هكا. أنا كاين معلومات على القصر ديال البديع، ندخلو هنا نشوفو شنو كاين. تبارك الله ما شاء الله، هي صراحة بالنسبة للثمن 10 دراهم الثمن رمزي،
ولكن الأجنبي يمكن كيحسبوا لهم 70 درهم على ما أظن. هنا كل شيء كيدوي على كيف كانوا كاتبين جامع الفنا الحريقية. كنحاول نعطيكم معلومات وتكتشفوا معايا قصر البديع من الداخل كيف عامل، وفي نفس الوقت كدوزوا معايا الخرجات ديالي في قناة مروان فلوك الإخوان ديالي، معلومات على جامع الفنا. جمع لفنا معلومات تاريخية كبيرة للإخوان. ومرحبا بكم في قناة مروان فلوك، قناة العائلة، قناة الأصدقاء، قناة المحبة. نشوفوا شنو كاين، نكملوا الجولة ديالنا. ما عرفتش واش الصوت كيتسمع على جوج مرات او لا، حتى الصوت كيترد. غير قبلوا عليا الاصدقاء. الجو بارد هنايا احسن من الفوق. محمد رسول الله، واحد السيدة هبطات حجبها هنا قالت لك ان الجو بارد. وانا كنصحكم تجيو لقصر البديع، هذه اول زيارة ليا للقصر البديع. بصراحة ما عمري ما جيت لي ولكن عجبني. ما تبغيش نبقى نهضر بزاف باش تفرجوا معايا وتشوفوا هاد البلاصة. الله كتنطيح. ملي كتفرجوا معايا في الفيديو راكم بحال اللي خارجين معايا وكتساروا معايا وانا كنتناقش معاكم. الخوت هاد البلاصة كملناها، غنطلعوا الفوق ونشوفوا الساحة. من بعد اخوت خرجت من البلاصة اللي كنت فيها، بصراحة شي حاجة بزاف اخوت. اول مرة تنجي بحال هاد البلايص هادو وعجبتني بزاف الاخوان. باش تشوفوا معايا التاريخ ديال المغرب اخوت، واش حنا خصنا نفتخروا، خصنا نعتزوا بهاد المعالم التاريخية الاصدقاء. تبارك الله. بالنسبة للناس إلى ما عمرهم ما جاوا القصر البديع، أنا بحالكم أول مرة كنجي ليه، واليوم أول مرة كندخل لشي معلمة تاريخية وكنشاركها معكم في قناة مروان فلوك الأصدقاء. تبارك الله. واحد الحمامة ايش خليها مسكينة مضرقة على الشمس. لا تنسوش الاخوان تعطونا الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم على البلاصة كيفاش جاتكم، وكنتسنى التعاليق ديالكم الاخوان على قصر البديع كيف جاكم. تبارك الله ما شاء الله. هادشي اللي غنقدر نقول شي حاجة عجيبة وفريدة من نوعها. دي بالنسبة لي أنا أول مرة كندخل لشي بلاصة فيها موقع أثري تاريخي الإخوان.
نزيدوا الاخوان نكملوا الاكتشافات في قصر البدع. هادشي بصراحة ما عرفتش الخوتي شنو هو بصراحة، ما عنديش فكرة عليه. النقوص يعني القوس اللي تيكون في الحي. من قبلة المسيحيين سنة 1102، في الفترة التي تم خلالها إنجاز المنبر في قرطبة، انتشر استعمال الأرقام العربية في ألمانيا. بلغت الثقافة العربية صقليا ذروتها في عهد وجهها الثاني. انتشرت صناعة الأرقام. أجوا معي نكملوا جولتنا الأصدقاء في المعلمة الكبيرة. بصراحة عجبتني بزاف بزاف بزاف، وكنفتخر ان هاد البلايص هادو كاينين في المغرب. كيزيدونا الا فخر واعتزاز بالوطن ديالنا الام المملكة المغربية، وعلى رأسها سيدنا الله ينصره الله يطول ليه في العمر، الراعي الاول للفن والتراث المغربي الاصيل. ومنساوش ان سيدنا دائما هو اللي كيحافظ على التقاليد وعلى التراث المغربي. الله يخليه لنا يا رب. يمكن لكم الاخوان تساروا وفي نفس الوقت تشوفوا الحديقه كيف كتشوفوا معي، تشوفوها من الفوق كيفاش كتبان. كيف جاتكم الاصدقاء القصر البديع؟ كيف جاكم هذه المعلمه التاريخيه؟ وانا متاكد كاينين بزاف الناس ما عمرهم ما زاروا بحال هذه المعالم التاريخيه، منهم انا ما نكذبش عليكم. كاينين بزاف ماشي غير في مراكش، كاينين في الرباط، كاينين في مكناس، كاين في فاس، كاينين معالم كبيره بصراحه. ولكن احنا بصراحه، ولكن الخوي دابا انا درت معكم درت قناه، ضروري خصني نكتشف معكم ونتسارى ونخرج ونسجل لكم لي فيديو باش نتوما تزيدوا تعرفوا على المغرب وتكتشفوا المغرب عن قرب. بصراحه الاخوان بلاصه نقيه وزوينه ومامنه، يعني فيها الامن، فيها كل شيء ونقيه بزاف. نجي نشوف هاد الحديقة الصغيرة اللي كنا لتحت، والتوريست تبارك الله موجودين، كتسمع غير الانجلي، الاسبانية، الفرنسية، الالمانية، يعني تبارك الله ما شاء الله. الاجانب كيجيو تيكتشفوا بلادنا وحنايا ما تنكتشفوهاش بصراحة.
نفلت معكم حتى شي حاجه، كنصور لكم كل شيء بحال لانكم نتوما جيتوا لهاد البلاصه وكتساروا فيها وتتكتشفوها. يعني راه كنصور معكم اي حاجه، داكشي اللي عجبني وداكشي اللي شفت عيني كنصورها معكم كتشوفوها معايا في القناه. هاد البلاصه سميتها ملحق القصر. هاد البلاصه هادي كان قصر، يعني كانت قصر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خوتي وليت كنخاف لنطيح. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بصراحه عاد عرفت على السياح الاجانب كيجيو للمغرب وكيتساراو تيكتشفوه كامل بصراحه، من الشمال حتى الجنوب. وبالنسبه لي انا هذه راه معلمه كبيره بصراحه، بالنسبه لي انا كوني اول مره كنزور بحال البلاصه هذه. يلا معايا كاين واحد المشيشه هنا. اودي المشيشه ما عديتش من عندك ما تاكلي، كون عطيتك الله غالب. نكملوا التتمة ديالنا في البلوك ان شاء الله. كنا غادي نمشيو غنمشيو قصر الباهيه، حتى هو من ضمن المعالم الكبيره اللي كاينه في مراكش. غنمشيو غادي نتساراوها غادي نكتشفوها. قصر البديع بقى هنا من مورايا، غادي دابا قصر الباهيه اللي ما بعيدش بزاف، واحد 200 متر او 300 متر ما بعيدش بزاف الاصدقاء. غادي نسول عليه بالضبط فين جا ونمشيو ونكتشفوا هذه المعلمه. انا كنساريكم معايا وكتجولوا معايا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كنكتشفوا المعالم ديال البلاد.